ليل على بلدي لا تشوف كيف البحر بيضحك لا تشم تراب بلادي وترسم أحجار ومجدك ميل على بلدي لا تشوف كيف البحر بيضحك لا تشم تراب بلادي ترسم أحجار ومجدك ميل على شاطئ حيف خدلك من رمل وتذكار صورة بشوارع يافا وعلى صورة العكا مشوار ميل على شاطئ حيف خدلك من رمل وتذكار صورة بشوارع يافا على صورة العكا مشوار ميل على بلدي لتشوف كيف البحر كيف البحر بيضحك لك القدس وشوارع وسماها أجمل مكان ميل عنا وسأل عنا إحنا للكرم عنوان وإذا بدك تتهنى النصر بتبعت سلام قعدت تحلى ميت قلب وجودك حلو الكلام ميل على وادي عار ركوة القهوة عنا شرفنا حارة حارة قلوبنا لعيونك دار ميل على وادي عار وركوة القهوة عالنار شرفنا حارة حارة قلوبنا لعيونك دار ميل على بلدي لتشوف كيف البحر كيف البحر بيضحك لك لفيت بلاد لفيت ملقت بجمالك ملقت ولا حتى جبالك والورد وعصافيرك بتغني يا بليلي ليلي 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 دلعنا بلادي غنيت وعلمي جانا رديت وضحية غازل بالدبك وعتر لحكى يا ستي حنيت ولمتنا بساحة البيت ورغيف الزيت وزعطر وشجر الزيتون ومشيت يا ما وشيت أغلى من بلادي ملقيت شعر وأدب وعلم وفن وأحلى الألحان لفيت بلاد لفيت ملقيت بجمالك ملقيت ولا حتى جبالك والورد وعصافيرك بتغني يا بلاد دلعنا بلادي غنيت وعلمي جانا رديت ضحية غازل بالدبك وعتر لحكاية ستي حنيت لمتنا بساحات البيت ورغيف الزيت وزعتر وشجر الزيتون ومشيت يا ما وشقيت أغلى من بلادي ما لقيت شعر وأدب وعلم وفن وأحلى الألحان معكم متابعينا ندخل الأزقة القديمة في مدينة يافا والإخوان مدينة يافا تبعد عن مدينة القدس الشريف 55 كيلومتر باتجاه الغرب وهي مطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط أول من سكن المدينة هم العرب الكنعانيون سنة 4000 قبل الميلاد يعني 6000 سنة من تقريبا من هذا التاريخ وتم احتلال هذه المدينة
عام 1948. طبعا الان الاداره للمدينه هاي لمدينه يافا ومدينه تل ابيب هي تحت مجلس بلدي واحد، يعني باعتبار مدينه يافا وتل ابيب هي مدينه متداخله مع بعضها البعض. تمام، اذا هاي جوله بسيطه يا اخواننا من داخل يافا، راح نزودكم فيديوهات اخرى عن برج الساعة، ساحل الشهداء، عن المسجد الكبير في يافا، عن بحر يافا، كلها ان شاء الله بحلقات قادمة. بدنا اشتراك يوتيوب، تفعيل الجرس لحتى اسبوعيا تصل الفيديو اللي يكون ان شاء الله. طبعا لايك فيسبوك، متابعة تويتر وانستغرام. طبعا ابو ويس، ابو عزيز، لاحظنا شيء جميل جدا في هذه المدينة صدقا، من اجمل البلدات القديمة في المدن التي دخلتها. نعم، لم أشاهد أجمل من هذه البلدة القديمة. خلينا نطلع من هون. شو عزام الشجرة؟ هاي شجرة الكاوشوك، شجرة قديمة جدا، طلع جذورها. نعم. خلينا نطلع من هون. يلا. هيك نعطي نظرة عليها. خلينا نطلع من هون. هذه البلدة القديمة مرتبة، منظمة، نظيفة، مليئة بالأشجار. نعم. وبالنباتات، النباتات العطرية المميزة. أزقتها نظيفة جدا، رائحتها زكية جدا. وممتعة يا أخي، سبحان الله. فعلا هي مدينة مرتبة وحلوة ونظيفة ومطلع البحر، يعني أهلنا اللي بدهم يجوا سياحة عيافة ما يروح فقط يقعدوا على الكورنيش ويتفرجوا على البحر وخلصنا، لا، اطلع البلد القديمة، اطلع الأحجار القديمة. شفنا جدران مرسوم عليها كتابة كنعانية، مضبوط أبو عزام؟ صحيح. اطلع تعرف على تاريخ البلد، على البلد، في لوحات إشهادية، حتى أنت كمان اقرأ عنها وراح تنبسط إن شاء الله. فيافا كبيرة. طبعا يا إخوان، يافا هي كلمة كنعانية ومعناتها على فكرة، يعني هذا بصادق لكلامك. نعم. هي الجميل، يعني يافا تأتي من المعنى الجميل أو الجميلة، فاسمها على مسمى، على مسمى، اسم على مسمى، وهي يافا عروس البحر. يعني ويافا عروس البحر. نعم. فإحنا عمالنا بنصور قلنا حلقة حلقتين عن يافا، ولكن للأسف بيجينا عدة مرات وما قدرنا نغطي يافا. رح نضل نعمل فيديوهات عن يافا وعكا وحيفا وكل فلسطين لحتى كل العالم يشوف جمال مدننا الفلسطينية العربية إن شاء الله رب العالمين. شوف أبو عزام، خلينا نكمل جولتنا. سبحان الله، كيف تكون هاي طلع فوق الضلال. هاي هي جذور الكاوشوك أبو عزام، صح؟ حسب ما بعتقد إنه هاي نبتة سامة أو ورقها سام، ولكن هي من النباتات الزينة التي تستخدم في البيوت. نعم. ولكن هذه شجرة عملاقة جدا، يعني هي تزرع في قواوير أو في أحواض صغيرة جدا في المنازل، ولكن هذه الشجرة جذورها يعني ضاربة في الأرض وعلى سطح الأرض. يعني المميز بلد القديمة بيافا إنه كثير يعني نباتات مزروعة حلوة وجميلة. شوف نعطي فيو هنا بعد زمن البحر، شايفين يا جماعة الخير، هاي الفيو هون، احنا واقفين باب ساحة بيت مطل على البحر مباشرة. رائع. خلينا ندخل ننزل من هذا الدرج هون، وهي صبار كمان هون ذكر عزام، شايف؟ يعني اهالي البلده هون يهتمون اهتمام بالغ في الاشجار والنباتات والنباتات. نعم. رائع جدا، يعني لا تمل، يعني بقدر جمال البحر في يافا ايضا يوجد جمال مثل مين؟ البلد القديمه. نجرب ندخل من هون، يلا نجرب ان شاء الله. Thank you.
هذه الحلقة برعاية نجوم الشباب الدولية وقصر الأبواب.